نسيبها ولا نردها ونجوم نجوم نطفيها قبل ما تيجي تحرقنا؟ هنسيبها ولا نردها ونجوم نجوم نطفيها قبل ما تيجي تحرقنا؟ ده الدم سلسان وعبى تفرقنا. اضطر 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 يا ولدي نار بتحرقنا. هنسيبها ولا مثال سلسان وعبى بحور؟ يا ولدي نار بتحرقنا. هنسيبها ولا نردها ونجوم نجوم نطفيها قبل ما تيجي تحرقنا؟ هنسيبها ولا نردها سلسان وعبى بحور؟ الدم سلسان وعبى بحور. مش تبارك لي يا هارون، ولدك يحيى كتر خيره، رجع لي حقي وتنزل لي عن كل اللي كتبته لك. صدق من قال يخلد من ظهر الفاسد عادل. مش معقول يا ولدي، ضحك عليا. انا اهم حاجه دلوقتي مفرحاني ان ارض بيوت الشعبنا رجعت له. مفرحه قلبي مفرحه قلبي. الحمد لله على السلامه يا يحيى باشا. انت تجنيت يا يحيى، تعمل الدهن ورا ابوك. يا قلب كتر خيرك يا ابوي. انت لسه شفت مني حاجه؟ انا هقطع جدتك دي نصايف نصايف. انت ابوي وحقك تعمل فيا ما بدالك. ولما انا ابوك تدي مالي لعدوتي.
شفتي اللي يحيى عامله فابو هارون؟ عامل ايه؟ اتنازل عن كل اللي كتبه هارون لولده واداه لنصرة. الفترة اللي كنت قاعد فيها في سراية ابويا سمعت زينة وابوها كانوا بيتحدثوا من غير ما يشوفوني. سمعتهم بيقولوا ان حمداني كان عاوز يخرج الواد الصغير عشان يقتله. محروق يقتل عيل صغير؟ اخوه؟ احنا ما عادش ينفع نسكتوا اكتر من جنيه يا ابويا. انا هخلص على نصرة وعليا يحيى كمان. حمدان عشك عينك تمس اخوك بكلمة او تحاول تأذيه. يمين بالله العظيم هيبقى اخر يوم في عمرك. تعال يا زينة. لا قرب مني هات في مكانه. بعد. يلا بينا يا زينة. يلا. الحقني يا ممدوح. لا قرب مني هات في مكانه. بعد عني. سلم نفسك يا فراج. سيبها يا فراج. سيبها. لو كنت بتحبني صح. سيبها. بس ما ذنبهاش حاجة. الحكومة مش هتسيبك تطلع من هنا. سلم نفسك يا حبيبي. سلم نفسك واديني المسدس اللي في يدك ده بدل ما يموتوك. بلاش تحرق قلبي عليك يا فراج. ارمي سلاحك يا فراج. ظابط مباحث، ايه رايك في اللعبه دي؟ فراج هارون، يا اخيرا اتقابلنا يا فراج. انت عارف انا مستني اللحظه دي بقالي قد ايه؟ كل العالم قال انك ميت وانا الوحيد اللي كنت متاكد انك لسه عايش. ازيك يا شبح؟ ايه رايك في اللعبه الحلوه دي؟ احب اعرفك بالرائد نديم، منقول المباحث عندنا جديد، وانا بقى كنت صاحب فكره انه يتقدم لزينب ويطلب يديها. وتعمدنا ان الرائد نديم يدي زينب موبايل هديه بدل اللي امها خدته منها، وكنا متاكدين انها هتكلمك وتطلب منك انك تلحقها، وتوقعنا كان في محله. سيجاره في الرنك بطلتها. يبقى نطلب لك قهوه دوبل بقى عشان تروق دماغك وتصحصح لنا في الرنك. تعزم مني؟ حلو السؤال ده. عاوزينك تعترف بكل حاجة عملتها يا فراج، من أول السطو المسلح ساعة ما ضربنا عليك نار، والأهم من كده بقى إنك تعترف باللعبة اللي عملها جدك هارون لما حاول يثبت إنك ميت قدام كل الناس، وتعترف بخطف طوحة وحسن والحاج نصرة وزينب. يعني كوكتيل الجرايم العبقري اللي أنت قمت بيها بطل. أنا ما عنديش كلمة أقول. كنت واثق انك هتقول كده. بص يا فراج، انا مش بستأذنك، انا بقولك انك هتعترف. الانكار مش هيفيدك، انت وقعت خلاص. قلت لك يا باشا ما عنديش كلام اقول. يا فرحه ما تهمك. يعني ايه؟ يعني ايه؟ العريس ما طلعش عريس. كنت لعبت ظابط في المباحث وتقدم لزينب عشان يضحكوا علينا ويمسكوا اللي خطفها. يا وضحتي يا سوادي يا سوادي، فضحتنا بقت على كل لسان. البلد كلها مالها سيرة غيرنا. يا مره حرام عليهم حرام عليهم. يا ريتني ما كلمتك يا فراس، يا ريتني ما كلمتك وقلت لك تعجي تلحقني. ما كانش اتخذ عليك. ده كان خلاص، كان خلاص تعب، كان خلاص تعب. انا عمري ما سامح نفسي ابدا، انا عمري ما سامح نفسي ابدا، انا عمري ما سامح نفسي ابدا. كنت عايزه تقتلي فراج يا بسمه؟ ليه يا بنت الناس؟ ما خفتيش على روحك تروحي في مصيبه؟ الحمد لله انا ما لحقتش تاذيه. انت عرفت كيف؟
ان فراج هيجي يخطف زينب، وليه كنت حاطه السكينه في شنطتك؟ كان قلبي حاسس انه حيهاجي الفرح وانه ما حيسيبش زينب تتجوز حد غيره وانه حيحاول يخطفه. بس ما هي اللي قالت لنا ان زينب بتقابل فراج، يعني هي اللي ادتنا اول الخيط اللي مشينا وراها. انت يا بسمة عشان كده كنت رايحه جايه عليها، وكمان كنت بتتحدتي معايا عنيها. ولما فشلنا اخر مره نوبت فيها على فراج لما راح يقابل زينب، اضطرينا نعمل موضوع العريس اللي متقدم لها ده ضابط مباحث زميلنا عشان نجبر فراج ان هو يظهر ونقبض عليه. لساك بتفكري تنتجمي من فراج؟ وايه اخرتها؟ دلوقتي هيتهموك انك حاولت تقتليه ويحبسوك يا بسمة. ليه؟ فكرتيش في ممدوح؟ عريسك؟ انا ما بقاش لاقي حد غيرك يا بسمة. ده انت بقيتي امي وحبيبتي واختي. ليه يا بسمة تضيع مني تاني؟ غصب عني يا ممدوح. كان قلبي محروق. وكان لازم أن انتجم من البني ادم اللي دمر حياتي. وعيشني سنين عمري مكسوره ومذلوله. وركبني العار وركب ابويا العار. انا لو طولي ممدوح اقتله الف مره وقدام الناس كلها. واخره الانتقام ده ايه؟ انهم يحبسوكي تاني؟ على فكره بقى ممدوح، انا المفروض اعمل لبسمه محضر شرافه قتل، بس انا طبعا مش هعمل كده. الكلام ده صح يا علاء بيه؟ طبعا هراعي ظروفها والدوافع اللي خليتها تعمل كده، بس عندي شرط انك تبداي حياه جديده مع جوزك. انسي الماضي، ابداي حياه جديده ما فيهاش بقى ايه، لا وجع ولا الم ولا اي ذكريات سيئه. اتفقنا يا بسمه؟ انت متاكد من الكلام ده يا باشا؟ طب وبعدين ايه اللي حصل؟ طيب شاكرين، مع السلامه. في ايه يا هارون؟ قبض على فراج. واه كيف ده حصل؟ البت اللي كان خاطفها وسابها قبل سابك كان فرحها الليله، والمحروس راح عشان يخطفها، قتل المباحث عامله له كمين وقبضوا عليه. انا ما اعرفش المجنون ده ليه بيعمل كده. طيب هو اعترف عليك في الحكايه اياها؟ لا لحد دلوقتي ما نطقش بكلمه. ممكن يعترف. يعترف؟ ده لو الحكومه عرفت باللي عملته مع فراج هتبقى مصيبه سودة. ما تقلقش يا هارون، انت وزير ومحدش يقدر يقرب منيك. ايوه امال ايه؟ امال ايه يا ابوي؟ امسك نفسك، ما تقلقش كده. هم بينا نروح المديريه عشان نشوف فراج ونشوفوا له محامي زين. نروحوا فين بس يا عم مصلح؟ نروحوا فين؟ احنا بقينا نص الليل. صباح رباح. برافو عليك يا علاء، خطة ما تخطرش على بال حد واصل. وانا مش وعدتك قبل كده اني لازم اقبض على فراج ده؟ كان نفسي قوي بابا اشوفك واصورك وانت متنكر وعامل فيها من فرقة الزفة. ولو تشوف ابوك بقى وبيطبل ويغني. واهم حاجة في الموضوع ده ان اخيرا يا حاجة بقى معانا الدليل الاكيد على تزوير هارون لتحليل الدي ان اي بتاع فراج. بس المشكلة في حاجة بقى، ان باقي اطراف القضية مش هيساعدونا في حاجة. تقصد مين يا علاء؟ توحة مثلا، اهدي بقى بالذات اختفت ومحدش يعرف لها طريق، يعني مش هتعترف على فراج. وزينب مستحيل هتعترف ان فراج كان خاطفها. ومتهيألي حسن كمان. حسن تنساه، حسن ما هوش حمل بهدلة التحقيق، وامي ما هترضاش ابدا. ده بالنسبة لحسن يا حاجة. انت بقى مش ناوي تعترف ان فراج هو اللي كان خاطفك؟ ليه يا حاجة؟ ما هو انت لو كنت اعترفت عليه من الاول كنت وفرت علينا كل اللي حصل ده. الصراحة يا امي، أنا ليه عندك طلب يا ولدي؟ دوامك دي رحلوا لي السجن عندكم؟ ده متهم بكذا جريمة يا معالي الوزير، علشان كده خد 15 يوم وترحل للسجن. المتهم فراج يا فندم. روح أنت. فراج يا ولدي. طب أنا هسيبكم بعد شوية بعد إذنكم. اتفضل يا باشا. فراج. اوعاك تكون نطقت كلمة عندي. تقلقش يا جدي، ما تحتشغلني بحاجة. فارم عليك يا فراج، اقعد 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 اقعد. اكده يا فراج، اكده يا ولدي. ترمح ورا بنت ملهاش عازة،
وتودي روحك في داهيه. قلت لك يا جدي رايدها بحبها، طلبت منك تجوزها لي وانت ما رضيتش. كانك ما عارفش انت واد مين وجدك يبقى مين. ما فيش فايده، هو ده يسيل اولاد الصفريه. قبل سابق نياب عمك عملها لما حبب التناصر، ولما خطفه مصر قتلته، وانت بتعمل زيه تمام. لكن الحمد لله، الحمد لله يا ولدي انك لساك عايش. عملها في جذبة التناصر ودخلني المصر ده برجليه. يمين بالله العظيم لجوز بالتنصر ده يشوف مني يوم اسود من قرن الخروب. تحمل شام ان كل اللي يهمنا فراش ما تنطقش الكلمه مهما حسبوك ضربوك عملوا فيك ما بدلهم. اوعاك تنطق يا ولدي بكلمه، ليش فيها حديد لي وليك. اهلا يا معالي الوزير. ايه اللي عملته ده يا حضره الضابط؟ عملته؟ عملت ايه؟ يكونش قصدك اني قبضت على فراج؟ مش ده فراج اللي انت ضحكت على الدنيا كلها وقلت ان الديابه اكلت جثته؟ ما انا سابق رحت لك يا هارون بيه سرايتك وقلت لك اني متاكد ان فراج لسه عايش، واديني اكدت كلامي. كان لازم تحسب حسبتك يا حضره الضابط قبل ما تقبض على فراج واد ولدي. في شغلانتنا دي يا معالي الوزير ما عندناش غير حزبه واحده، حزبه القبض على المجرمين وتحقيق العداله. عموما اللي حصل حصل، أنا كل اللي يهمني هو اتهامك ليا في محضر النيابة إن أنا زورت ورقة الدي إن إيه، وإن أنا جبت جتة واحد ميت بعد ما أكلتها الديابة ورميتها في المكان اللي وقع فيه فراج عشان يبان يعني إنه فراج مات. أنا عايزك ترجع للكلام ده. أنا ما بغيرش كلامي يا هارون بيه. إيش كلامك؟ أنا عايز أقول لك لازم تخاف على روحك يا حضرة الضابط. انت عارف مفيش اكتر من الرصاص الطايش في الصعيد، والسلاح دي اللي واقف في يد الكل. ممكن رصاصك ده ولا كده تاخد عمرك. يبقى انا لله وانا اليه راجعون. وما تنساش يا رالي الفاتحه، انا ما بخافش. المشكله عندك انت يا هرمي يا معالي الوزير. هذه قلتها، انا ما حدش يقدر يقرب مني ولا يتهمني بحاجه. عارف ليه؟ عشان انا معالي الوزير. يا ريت تفكر في الكلام اللي قلت لك عليه ده وتحسب حسبتك زين يا عبد الضابط. وافتكر كمان ان في حركه تنقلات في الداخليه اليومين دول، يعني ممكن تلاقي نفسك هنا ولا هنا، او تلاقي نفسك قاعد في بيتكم. ده اذا عزرائيل ما سبقنيش وخد روحك. ليش؟ ويا ريت كمان تقول لحماتك، قول لها انها ما تتهناش باللي عملته معي. وبعدين يا هيل هنفضلوا كده قاعدين من غير شغل ولا ايه؟ انت عارف يا معتمد، اوامر هارون بيه نكنه شويه لحد ما الدنيا تهدى. بقول لك ايه، سيبك من هارون بيه، خلونا نشتغلوا لحسابنا. الأسرات بقى جيت على جفا من يشير، وبقى مكسبها بالملايين. راحتك يا معتمد، عايز تشتغل في الأسرات اشتغل، أنا ما اقدرش أخالف أوامر جدي. خلاص أنا قلت لك اللي عندي بالإذن. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الجدع ده كان عاوز منك إيه يا هيمة؟ ما عاوزش حاجة. ما عاوزش كيف وأنا سامعاه بيقول لك تشتغلوا في الأسرات؟ انت بتشتغل مع الجدع ده في الاسارات يا هيمة؟ هيك اتصنطتي وسمعتيه وهو بيقول اسارات، وسمعتيني وانا بقول له لا. انا دلوقتي ما فاضيش غير لحاجه واحده بس. لا يا هيمة بلاش، ابوس يدك، انسى جت الحمد. عايز انا استنى لما هو يقتلني؟ يا مرك يا حري يا مرك. ايوه مين؟ يدك راقت من الطلقة اللي حمدان ضربك بيه وكان ناوي يجيب أجلك. نساك ما قلت ليش انت مين وبتعرف أخباري أول بأول كيف؟ مش مهم ده يا هيمي، المهم إن حمدان المرة الجاي
لشانه ما هيخيبش. ادخل. منتهى فراج يا فندم. روح انت. طب انا هسيبكم براحتكم. استناك بره يا حاج. اقعد اقعد يا ولدي اقعد. اللي حصل حصل يا ولدي. خلاص دي الوكل حديد مش عايز. خلي المصحف ده معاك. طاهر انت؟ نقول ما قدامك شيء غير الذكر والقرآن والبكاء والاستغفار وربك غفور رحيم. يا ولدي الدنيا دي زايلة كده ولا كده؟ احنا فارقين. ما ندعو ربنا نقول يا رب تفوز بحسن الختام. انا عملت ان عندي نقص كلوي شديد وخليتهم يكتبوا لي دخول ويحجزوني لبكره الصبح وسجلت نفسي في دفتر الدخول وكله تمام. ايه المشكله يا امو؟ المشكله ان عندي مصلحه لازم اقضيها الليله دي وعاود بكره الصبح. انت عايز بقى تمشي من المستشفى وتثبت انك قاعد فيها؟ الله ينور عليك. اسمع انا ما عاوزش حد يمر علي، لا دكتور ولا ممرضة ولا اي مخلوق. لو الدكتور عدى قول له اني في الحمام ولا اي حاجه، تاخد ورديه الليل تطبق، ما تمشيش من هنا لما عاود. لو اني ما بحب الشغل الليل انما ماشي يا غيم علشان خاطرك يا سيدي. والجول يدوم العز. بس اوعى تعمل حاجه كده ولا كده، دي فيها سين وجيم يا قيمه. اطمن مصلحه وهقضيها ولما عاود ليك حلاوتها كمان. هما دخل بعربيته على مدخل الصفانية. طيب طيب امشي انت، امشي يا واد، روح لحالك. تمام.
الو مديرية الامن، انا شايف واحد بينط من سور سراية هارون بيه معالي الوزير. وفرت عليا طلوع الدرج يا حمدان، زين انك قاعد هنا. ايه اللي جابك هنا يا هيما؟ جاي تعمل ايه؟ وايه اللي في يدك ده؟ اسمع يا حمدان، انا ما نسيش ولا حاجه من اللي عملتها معاي، وخدت عيني وخليتني بعين واحده. عاوز تقبض روحي كمان؟ مين اللي قال لك يا هيما؟ فاكرين ما عارفش اياك ان انت اللي ضربت عليا نار؟ حظك المجندل، واحد عارف نيتك وبلغني. لا يا هيما ما تصدقوش، انا اقتلك؟ طب احلف لك بايه اني ما كنت عايز اقتلك ولا اعرف حاجه عن الحكايه دي؟ لو حلفت على المايه تجمد ما هصدقك. اتشاهد على روحك عشان تحصل ولدك. لا لا استنى استنى يا هيما، خد بالك لو قتلتني دلوك ما حتفلتش من ابويا. لا اتطمن، انا عامل حسابي زين وما حدش ممكن يتهمني فيك. هتتشاهد على روحك ولا اقول لك؟ اتشاهد عليك انا. مع السلامة يا حمدان. سلم نفسك يا إيما. معقول اللي بتقوله ده؟ انت متأكد من الحديد ده يا علاء؟ طب اقفل، ربنا معاك ربنا معاك. شفت اللي حصل ياما؟ خير ان شاء الله. حمدان وهيمة اتقتلوا. معقول الحديد ده؟ لحقنا لحقنا يا سعد الباشا. ايه يا عيال؟ مصيبة دكت على راسنا. شفت ايه؟ حمدان اتقتل وهيبة كمان اتقتل. انت بتقول ايه؟ ده اللي حصل. حمدان ولدي ولدي. أرجوك يا هارون بيه، عايزين نرفع البصمات. ايه ده؟ اتنين مين؟ وسع وسع. حمدان حمدان ولدي حمدان، قتلوك يا حمدان. قتلوه؟ مين اللي قتله؟ هيما هارون بيه. هيما لما حاول يهرب شفناه ضرب علينا نار، اضطرينا نرد عليه فقتلناه. أسأل سودي، التنين التنين في ليلة واحدة؟ هيما هيما هو اللي قتله؟ ايوه. ايه يا هيما؟ ايه يا ولدي؟ ليه تقتل عمك؟ ده انا جبت لك عفو رئاسي يا ولدي، جبت لك عفو رئاسي، بس انا اللي غلطان. العفي انا اللي غلطان، انا اللي صدقتك وقلت خلاص خدت طاره لما قتل صالح. قلت خلاص
هات بطار من عمه، لكن تغدر بي تغدر بي يا هيمه ازاي؟ وانتوا التنين يعني السلسال راح، لكن ما فيش شيء فيك يا هيمه. يا سلاسود يا سلاسود. هارون بيه هو ايه اللي بيحصل ده؟ انتوا ازاي سكتوا على حركة شباب تمرد دول وخليتوهم يجمعوا ملايين التوقيعات ضد الرئيس؟ كنا فاكرين ان كل ده لعب عيالي. انا قلبي مش مطمن للي بيحصل ده، وخصوصا دعوات الملايين للجيش انه ينزل الشارع. الو يا ابو كرم، بتقول ايه؟ ازاي اللي حصل؟ طيب طيب في ايه يا صفت؟ في محافظ هارون قتل حمدان. يا نهار اسود، انت متاكد من الكلام اللي انت بتقوله ده؟ ابليس ضرب نار على هيما وقتله، وهارون دلوقتي في المستشفى. نهار اسود. طب صفيه دي لو عرفت تقع من طولها تقول ايه؟ هي بتقول انها ما شافتش هيما وهو داخل السراي، ولا سمعت صوت الرصاص. طيب تفضلوا هات لي عياش لو سمحت يا رؤوف. حاضر يا عياش. نعم ادخل. حاضر 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 حاضر. انت كنت فين ساعة ما هيما دخل السرايا؟ انا سعادة الباشا كنت قاعد قدام باب السرايا بعد ما سعادة الباشا هارون بيه والحرس بتاعه مشوا. وشفت ايه بالظبط؟ انا لا شفت حاجة ولا سمعت حاجة يا سعادة الباشا. ايوه وانت كنت بتعمل ايه؟ كنت قاعد خيال مات؟ سعادة الباشا انا ما كنتش واخد اخوانا جنابك، ولا كان يخطر على بالي ولا يجي في نافوقي ان هيما ينط من فوق سور الجنينة ويدخل السرايا ويقتل حمدان بيه عمه. ايوه ما تعرفش بقى ليه هيما قتل حمدان؟ والله العظيم انا ما اعرفش حاجه يا سعاده الباشا، ولا اعرف حاجه اقول لجنابك على طول. يا ما انت كريم يا رب، سبحان الله ربنا انتجم منيهم وجاب لنا حقنا. بس مش حاجه غريبه ان هيما يقتل حمدان؟ لا مش غريبه، طول عمر ادعي ربنا واقول اللهم اضرب الظالمين بالظالمين واخرجنا من بينهم سالمين. استجاب ربنا دعوه مظلوم يا ولدي، مش بينها وبين ربنا حجاب. ونعم بالله يا حاج، بس برضو اكيد في سبب يخلي هيما يقتل حمدان. عموما انا ما سكتش، انا بعمل تحرياتي دلوقتي على كل المكالمات اللي جات على موبايل هيما. بس في حاجه غريبه حصلت. حاجه تهدي؟ في مكالمه جات لنا ان هيما نط جوه سرايه هارون. مكالمه من مين دي؟ من شخص مجهول مرضيش يقول اسمه وقفل السكه. وده شافه صدفه ولا كان بيراقبه ولا ايه؟ لا طبعا كان بيراقبه، وكان عارف هو ناوي على ايه، علشان كده كان بيكلمنا من تليفون مضروب عشان ما نقدرش نوصل له. طب مين له مصلحه انه يعمل كده؟ الظلم ساعه مهما طلينه، والحق باكي يا خلق لي ساعه، واللي ضاطي يا زنو يا ويدو، لا يدوك هنا ولا قبره اي ساعه. وكيف نسيب العمر يسرقنا، وكيف وقفنا لبعض الوحدة، لو نبقى صحبة مين يفرقنا؟ دي الأرض واحدة والسماء واحدة. والورد يطرح تاني